تتكون من اكبر المدارس 7906. شكرا. اضطر اقعد. شكرا. 7906 متر مربع في المنتصف الفناء الاوسط المكشوف. الكلام اللي بيحب الاجانب. فايدته التدريس هنا بالنهار وبالليل ممكن. طب بالنهار انا هستفيد بايه؟ بالنور بتاع ربنا. النور بتاع ربنا هيجي منين؟ من الصحن الاوسط المكشوف. اذا الاضاءه والتهويه من الصحن الاوسط المكشوف. دايما في منتصف الصحن. من فضلكم من فضلكم من فضلكم ما تقوليش ميضاءه. شوف انا كررت الكلام كم مره. من فضلك ما تقولش ميضاءه. ميضاءه ايه؟ ده في ورا دوره ميه. ميضاءه ايه اللي الراجل هيخلع كل هدومه قدام الناس عشان يستنجى؟ دي اسمها نافوره لترطيب درجه حراره الجو، لان احنا عندنا صيف قاتل، صيف حار. وبالتالي الطلاب اللي داخل هذه الايوانات الاربعه بالتأكيد بالتأكيد بتحتاج تراوة زي ما كلنا بنحتاج تراوة. اذا هذا الصحن الفايدة بتاعته الاضاءة والتهوية زي ما حضراتكم شايفين. وفي المنتصف في نافورة او ميضاءة. النافورة متمنة مغطاة بقبة. مش هي دي الاصلية. الاصلية موجودة فين؟ في جامع الناس اللي مذاكرة حلوة اهي. في جامع في جامع الامير طنبغه المرداني في شارع التبانه اللي هو امتداد شارع باب الوزير. جت لجنه حفظ الاثار ايام الخديوي عباس حلمي الثاني نقلتها وحطتها في الجامع. اربع ايوانات. ركزوا على الكلام الحلو. اربع ايوانات. ادي ايوان كبيره اهو، وادي ايوان شمال غربي ورايا، وادي ايوان شمال شرقي، وادي ايوان جنوب غربي. يبقى اذا هنا المذاهب السنيه الاربعه بتدرس. واحد يقول لي شرط المدرسة تدرس المذاهب السنية الأربعة، أقول لك مش شرط. في مدرسة تدرس مذهب واحد بإيوان، في بإيوانين يبقى مذهبين، في بثلاث إيوانات يبقى ثلاث مذاهب، في بأربعة معظمه بأربعة، إنما مفيش خمس إيوانات لأن مفيش طبعًا خمس إيه؟ مذاهب. ودايمًا الإيوان القبلي اللي فيه الثالوث المقدس، الكلمة دي بتاعتي، الثالوث المقدس اللي هو المحراب المنبر دكة المبلغ. واحد يقول لي يعني ايه دي اللي هي الكبيرة دي اللي شايلها 8 اعمدة دكة المبلغ؟ شوف انا يعني احنا في القرن ال21 هنقفل ال21 اهو وصوتنا تعبان. زمان الناس كان الصوت بتاعهم جوهري. من فوق دكة المبلغ ده بيعمل عملية الترطيد. يعني لو الامام في المحراب يقول الله هو الله هو اكبر، كل ده عشان ايه؟ الناس اللي ورا تسمع وتشوف. الترديد ده موجود لغايه دلوقتي يا جماعه، بس رغم وجود مكبرات الصوت انما الترديد موجود الى وقتنا هذا. الايوان الرئيسي مخصص للمذهب الرئيسي. وخد المعلومه دي. مصر سنيه 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 من اول ظهور المذاهب السنيه. طيب هتقول لي لا شيعية، هقول لك معلش العب غيرها. قرابة قرنين من الزمان كان الخلفاء الفاطميين هم اللي شيعة، كانوا بيضحكوا عليهم يقول لك شيعة. لا لا لا، مصر سنية، أهالي مصر سنة، إنما الحكام كانوا شيعة. وأنا بكرر أهو مرة واثنين وثلاثة. طيب ابتداء من العصر الأيوبي المذهب الرئيسي هو المذهب الشافعي. ماشي يا مستر طارق؟ المذهب الشافعي طول العصر الايوبي. الدليل ان هم بنوا لنا ضريح الامام الشافعي. طيب في العصر المملوكي ومع الظاهر بيبرس البندقداري بدا المذهب الرئيسي اللي بيتم تنفيذه في البلد هو المذهب الحنفي لغايه دلوقتي. احنا مصريين مسلمين سنه حنفيه. هتقول لي الائمه الاربعه، هقول لك العب غيرها. غلط. احنا بنطبق الشرع دلوقتي حسب المذهب السلس اللي هو مذهب الامام ابي حنيفة النعمان. واسألوا اخواننا بتوع الازهر. يعني بكرر تاني، لو لقيت حضرت حفلة جواز كاتب كتاب ولقيت مأذون متخلف
ويقول لك قولي وراه، قول ورايا زوجتك على المذاهب الاربعه، قول له انت متخلف جوزت الراجل حرام. لازم يقول على مذهب الامام ابي حنيفه النعمان، والا لان الطلاق والجواز والحقوق الشرعيه احنا بنطبق الحنفي ما بنطبقش الحنبلي اللي بيطبق في المملكه العربيه السعوديه، ولا المالكي اللي بيطبق في شمال المغرب وبلاد الخليج العربي. صحن اوسط مكشوف يشرف على الصحن، ركزوا معايا حضراتكم، يشرف على الصحن اربع ابواب رئيسيه. انت شايف سته، انا بقول لك لا اربعه، ادي واحد، شوف ايدي رايحه فين، اهو واحد اثنين، ومن الجنب الثاني اهو ثلاثه اربعه، سيبك من الدخول والخروج واللي جنبه. انا لو فتحت اي باب من الابواب دي هلاقي ايه؟ ركزوا معايا، ركزوا معايا، لو فتحت الباب هلاقي دهليز منكسر يمين وشمال، وفناء اوسط مكشوف صغير، وفي وسط الفناء فواره، وايوان واحد صغنون، ايوان واحد بس، يعني اربع مدارس فرعيه زي نظام الجامعه. الاستاذ بيدي المحاضره زي ما بديكم المحاضره اهو في الايوان، في اي ايوان يبقى الاستاذ، لزياده العمليه التعليميه جوه نظام ايه؟ المعيد اللي بيدي السكشن جوه. وخلي بالكم كل مذهب لوحده. طب نيجي نقرا، بنعرف نقرا ولا لا؟ ميرا حضرتك بصي اقرا معايا فوق، اقرا معايا فوق، امرا، شايفينها؟ شايفينها اللي بالابيض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، امر بانشاء هذه المدرسه المباركه مولانا السلطان، شايفينها ولا لا؟ الشهيد، يبقى مات وشبع موت، كتبت بعد ما قتل، ما شافهاش، ما شافهاش. الشهيد المرحوم الملك الناصر حسن ابن، كمل كمل تحت، ابن مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر محمد ابن الاون، وذلك في شهور سنه 64 سنه، انتوا شايفينه ولا لا؟ اه شايفينه، اللي يبص هنا يبص هنا، الاثنين زي بعض، سنه 64 و700. انا يهمني اخر كلمتين، مكتوب هنا ايه في الاخر؟ الشافعيه، شايفينها؟ مدرسه، تعالى هنا مكتوب ايه؟ مدرسه الحنفيه. بص انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ هناك هلاقي مكتوب المالكيه، اللي قصادها هلاقي مكتوب الحنبليه. اذا انا لو فتحت الباب ده والادوار الاربعه او الخمسه اللي حضرتك، لا اللي فوق فوق فوق, فوق خالص، لا مدي بس هم عاملينها دي جديده. انتوا معايا؟ معنى كده ايه؟ ان الطلبه بتوع المدينه الجامعيه بتوع السكن كل مذهب بينام لوحده، على عكس ايامنا دلوقتي. خش كده المدينه الجامعيه بنين او بنات، تلاقي كله ميكس، كله لخبطه، حتى في الغرفه الواحده بتاعه طب مع بتاعه اداب مع بتاعه هندسه امنيه. زمان على ايامي ما كانش كده، كنا بتوع اثار مع بعض، بتوع اداب مع بعض، بتوع اعلام مع بعض زمان، يعني قبل القرف والبتاع اللي احنا بنشوفه ده. شوفوا زي اهو اهو بالظبط نظام الجامعه بالظبط، واللي يعي على طول يودوه ايه؟ البيمارستان، ولو جاعوا في اوقات معينه بيروحوا ياكلوا في المطعم، وكله اللي ورا زي ما انا قلت لحضراتكم. وصلت الفكره يا جماعه؟ اذا الاربع مدارس الفرعيه بالاربع سكاشن بي بي بكل حاجه. طبعا زي ما انا قلت لكم هنا كل رخام المحراب، اقلبوا بس كده 45 درجه، المحراب، المنبر، دكه المبلغ من الرخام، ما عدا يعني واحد هيقول لي معلش ده في حجر، يا سيدي حقك عليا، في دكه المبلغ الاربع دعامات اللي معلش، انما كله من الرخام. الزخارف ما بتكلمش، الزخارف هي اللي بتنطق، زخارف رخام، كله اصيل، كله اصيل، اوعى تنسى، حتى كانت لغايه الشريط الكتابي اللي فوق اللي من القص ده كان كله رخام. الصور يا جماعه بامانه بامانه ابانه، لولاش عباس حلم الثاني، ابن مين عباس حلم الثاني؟ توفيق ابن الخديوي، توفيق، توفيق ابن اسماعيل، اسماعيل ابن ابراهيم، ابراهيم ابن محمد علي باشا، معايا حضراتكم؟ لولاش الخديوي عباس حلم الثاني وتاسيس لجنه اسمها لجنه حفظ الاثار، لما تبقى اثر اسلامي ولا قبطي ولا فرعوني في مصر. اللجنه دي فعلا
حافظت هي وزارة الآثار دلوقتي. بس شتان ما بين الاثنين، شتان ما بين الاثنين. أنا بتكلم بس أحسن من غيرها. خلاص؟ فبقول لحضراتكم هو الذي أنا معاه صور للسلطان حسن استبلاط هنا في الإيوان. استبلاط الأزهر وكلكم قريتوا. الاحتلال عمل ايه في الاثار، سواء اثار اسلاميه او قبطيه او فرعونيه، شوفوا اللي كان بيعمل ايه الاحتلال في هذه الاثار. اجمل شريط قراني، اجمل شريط قراني في مصر بالخط الكوفي، ودي مش سمه العصر، سمه العصر هنا الخط النسخ، انما الشريط اللي انتوا شايفينه ده بالخط الكوفي، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين اللي هي الفتحة، ان فتحنا لك فتحا مبينا لغايه اخر الصوره فوزا عظيما. اسال ولا بلاش؟ اسال. الدايره اللي في النص ايه الكلمه اللي قبليها؟ ايه الكلمه اللي قبليها؟ الدايره اللي فوق المحراب اللي فيها النجمة السداسية، او حد يقول النجمة اليهودية. يا شيخ منور، ما تمشيش، احنا عايزينها الجرد ده، عايزينها. ها اشداد دي، ها 100 جنيه 100 جنيه دادو ها دادو صح؟ لا لا لسه فيها اب، صح دادو صح. كملي. ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. على يمين وعلى يسار هذا الإيوان يوجد مدخلان، على اليمين وعلى اليسار يوجد مدخلان يؤديان إلى المدفن القبة. الباب اللي على اليسار متشكرين جدا، كتر خيره. أما الباب اللي على اليمين الحمد لله حابسينه، هو شايفين اللي على اليمين، أنا كلامي واضح؟ نعم. لا فبقول على اليمين اهو، بصوا لا يزال موجود الباب رغم ان من تجديدات لجنه حفظ الاثار على فكره. والباب اللي على اليمين كان زيه الباب اللي على الشمال. نو كومنت اللي على الشمال. خلاص انتوا فهمتوا. خلاص اذا اللي على نعم راح القنصليه الفرنسيه؟ لا مش ده، ده اللي راح القنصليه الفرنسيه بتاع بيبرس. اوكي بيبرس الظاهر، بيبرس وليس الجامع. انا عرفت بقى انت وديته فين. فاللي على ايدك اليمين من الخشب، انا هوديكوا هناك على فكره من الخشب، من خلي بالكوا عشان كله يشوف، ما تستعجلش. من الخشب، هو خشب مصفح بليتد بالنحاس، النحاس جواه مكفت بالذهب والفضه وفي الاشكال النجميه. دكتور لسه باقيه واحده، باين حته واحده من حشوات الذهب موجود، بس الباقي كله اتسرق. بس هي باقيه مطار. انت عرفت من ايه؟ انا اللي سلام. قربوا قربوا، انا خمسه. احنا في مدرسه سلطان حسن. لا الكندات اللي مكتوب فيها ده الذهب، الكنده هتلاقي فيها ذهب وفضه. خلاص يا جماعة، يتدلل منها أن هناك سلاسل، يتدلل من كل الديوانات سلاسل، طبعا السلاسل أصلية، إنما المشكوات كلها كريستال عصفور. المشكوات هنا اوعى تفتكر إن دي القديمة، لا كريستال كلها عصفور. عارفين قفل كريستال عصفور؟ لا لا لسه. لسه. الأصلية طبعا موجودة فين؟ الناس اللي جت معايا المتحف في المباني طبعا ده اللي ما تبقى، يعني اللي ما تبقى كانوا 19 بعد الضربة بتاعة 2014 دي، مش عارف يمكن اللي ما تبقى خمسة أو ستة من التسعة. لا 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 لا، ما فيش حاجة بتطلع من مصر متسجلة.
اللي بيطلع من مصر اللي بيتهرب مش متسجل اللي مش متسجل متسجل بيرجع. خلي بالكم من النقطه اللي انا قلتها. هتقولي على الزباين ستة وسبعة.